كشف المدعي العام في ألمانيا بيتر فرانك عن وجود نحو 600 ألماني بين صفوف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق. وقال فرانك في تصريحات صحفية إن الادعاء العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية منشغل برد على سؤال حول ما يحدث حاليا مع هؤلاء المقاتلين، مشيرا إلى أن ما يقرب من 1000 شخص سافروا من ألمانيا إلى سوريا والعراق، ولقي منهم ما يتراوح بين 100 و150 شخصا مصرعهم، فيما عاد 300 إلى ألمانيا.